لو خدت بالك من التقلبات الجوية يبقى انت اكيد مش لافت نظرك التقلبات النسيئية. معاك ابو نوف فؤاد من جوه الصندوق. كائن هرموني غريب بيعيش وسطينا، ممكن يكون هو اكتر حد هو السبب في النكد في حياتي، بس للاسف ما نقدرش نستغنى عنه. تلاقي بعض الحاجات دلوقتي ان الستات مالهاش غير في البيت والمطبخ، وان مكانها في الشغل بقى ممل جدا. حتى في نظريات طلعت بتقول بعد نقصان مياه النيل ان يتم وقت الستات او نعمل عروسه النيل زي زمان، وفي وسط الدوشه الكبيره دي بيجوا يعملوا انجازات بيخلونا نحط لساننا جوه بقنا. وزي الانجازات دي عندك في ريال اشهر، او البطله في ريال اشهر اللي خدت الميداليه الذهبيه في لعبه الكاراتيه في اولمبياد طوكيو، زي جينا فاروق برضو واخده الميداليه البرونزيه، وهاديه ملاك اللي واخده الميداليه البرونزيه كمان في لعبه التايكوندو، بجانب هنا جوده انها قدرت تكون اسطوره في مصر وفي افريقيا وفي العالم بتنس الطاوله برغم صغر سنها. تعالى كمان نتكلم على منار الشريف اللي عملت انجاز في بطوله استراليا المفتوحه، وكمان نور الشربيني اللي خدت بطله عالم في الاسكواش 5 مرات ورا بعض. وفي ابطال كمان غيرهم كتير، ده ازاي انساها؟ منى الشاذلي اللي بتقدر تعيط اي ضيف بتستضيفه. برغم النماذج الناجحه دي، لكن بتيجي نماذج هي اللي بتقفلك عن الطريق خالص. برب العزه انا ما بعذر، انا بتكلم جد، احنا عادي مش في اي حاجه بيننا، احنا اخوات عادي. لسه ما جاش اللي يوم يعكر لي مزاجي. في الكومنت ده عايزه طريقه عمل سلو موشن، فانا هقولها. حبها شغلني. الفكره كلها انت شفت دول وانت شفت دول، انت تقدري تقرري انت تكوني عايزه تبقي شبه مين. والافضل ان انت تتعلمي موهبه، ان انت تقدري تقدمي محتوى كويس، ان انت تقدري تاخدي حد مثل اعلى ليكي من الناس الكويسه، وان انت تقدري تفيدي مجتمعك وتقدري تفيدي بلدك زي ما الناس الناجحه دي قدرت تفيد بلدها.